ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا رقيب، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الرقيب وعلى آله، الذي كان من كمال مراقبته لربه تنام عينه ولا ينام قلبه، فصار محلا لتجليات مولاه المنعكسة منه على سائر الأكوان رحمة للعالمين، مراقبا للأكوان رقابة رحمة وهداية وشفاعة وحجة وبرهان. صلاة نتعلق بالرقيب حياء من رقابته فلا نعصيه، ورقابة لقلبنا فلا يغفل، ولأرواحنا فلا تفتر، ولأسرارنا فلا تغيب عن رؤية مولاها، فنقوم بحق الرعاية لظاهرنا وباطننا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن نرقب سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته قياما بحقهم وفناء في حبهم، وأن نرقب الله في خلقه فلا نظلمهم ولا نخذلهم ولا نحقرهم، بل ننصحهم ونرعاهم لوجهك يا الله، يا من هو على كل شيء رقيب. اللهم يا مجيب، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المجيب وعلى آله، أول مجيب لنداء كن الموجه للمعلوم المعدوم المراد وإيجاده، فكان أول موجود، وأول مجيب للعهد الأول يوم ألست بربكم فقال بلى، وأول المسلمين وأول العابدين، وأول مجيب لنداء البعث والنشور بقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر. صلاة تورثنا بها إجابة لكل داع للخير، فنكون أهلا لاستجابة الدعاء وقبول الرجاء مع المقربين، يا مجيب يا الله. اللهم يا واسع، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواسع وعلى آله، الذي وسعت به الأكوان رحمة وعلما، فوسع الناس هداية وعطاء وشفاعة وخلقا، ووسع الجاهل علما وحلما. صلاة توسع بها علينا ومن معنا في الرزق والعلم والفهم، حتى نسعى كل من سألنا ولا نخيب رجاء من قصدنا، تخلقا بأخلاق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا واسع يا عليم يا حكيم. اللهم يا حكيم، يا من تؤتي الحكمة من تشاء
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الحكيم وعلى آله الذي آتيته الكتاب والحكمة ليعلمنا ويزكينا صلاة تورثنا بها حكمة من حكمته في أقوالنا وأفعالنا وعقولنا ووجداننا حتى نتقن ونحكم ما أقمتنا فيه وأردته منا، فإنك تحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. يا الله يا حكيم يا من أتقن كل شيء، اللهم يا ودود يا حبيب، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الودود وعلى آله الذي جعلته مظهرا لودك لخلقك، فهو حبيبك وأنت حبيبه، أرسلته لخلقك، فمن آمن به أحببته فواليته بنصرك ورعايتك ورحمتك ومغفرتك، وعلمتهم القيام بحق ودك فصرت لهم حبيبا وصاروا لك أحبابا، صلاة تجعلنا ممن قلت فيهم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وممن قلت فيهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فتؤنس وحشتنا وتغفر زلتنا وتقبل دعوتنا وترفع همتنا، يا رحيم يا غفور يا ودود يا الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. ونحن في آخر الباب 32، وهو في غزوة الخندق في جلاء إجلاء بني قريظة بعد غزوة الخندق، من الكتاب 64 كتاب المغازي. ووقفنا في آخر الحديث الذي روى فيه الإمام البخاري قصة حصار بني قريظة، وأنهم نزلوا على حكم سيدنا سعد بن معاذ، وقد كان جريحا، جرح في أكحله يعني في منتصف ذراعه من الأمام بجوار الشريان، هذا هو الأكحل، وجرح في غزوة الخندق في أكحله، وكان يصاب بحمى ونزف، فجاء أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء على حمار يسندونه إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم عند بني قريظة ليحكمه فيهم. فلما جاء سيدنا سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا لسيدكم حتى يعينوا على النزول والجلوس حتى يحكم بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين بني قريظة الذين كادوا أن يدخلوا الكفار في غزوة الخندق على رسول الله والصحابة في المدينة من جهتهم، مخالفين لعهدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جلس سيدنا سعد بن معاذ حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساءهم وتؤخذ أموالهم، هذا حكمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لقد حكمت بحكم الملك أو الملك، الملك اللي هو الله، والملك اللي هو سيدنا جبريل، يعني ايه؟ نقلا عن الله. فممكن تقول لقد حكمت بحكم الملك، الرواية كده، أو الملك بفتح اللام أو بكسرها. إذا كان الملك يبقى على سبيل المجاز، لأنه ظهر الحكم على لسان سيدنا جبريل فألقاه على قلب نبينا وألهم به سيدنا سعد ابن معاذ، أو الملك على سبيل الحقيقة، فإن الفاعل الحقيقي والحاكم الحقيقي هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم. فالروايتان صحيحتان، إما رواية على سبيل المجاز تبقى الملك، أو على سبيل الحقيقة وهو الملك سبحانه. ثم بعد ذلك ذهب إلى خيمته التي يمرد فيها، ودعا الله سبحانه وتعالى، إن كان هذا هو آخر العهد في قتال قريش الذين كفروا بالله ورسوله وقاتلوا سيدنا محمد، فدعا وقال: اللهم فافجرها، يفجر الجرح، حتى يكون موتي فيها. فانفجر الجرح من لبته، لأن أصابه هنا نزيف من الجرح هذا، والتهاب شديد وصل إلى أعلى
الذراع إلى اللبة فوق النحر، فانفجر منه إيه؟ الدم، بيسموها الوقت في الطب ميكوتيك أنيوريزم، اللي بيدرس طب يعني، وهو تمدد شرياني ميكروبي، تمدد شرياني ميكروبي كأنه خراج في جدار الشريان، ينتهي بانفجاره ونزيف إلى الموت. وده بيراه أطباء الأوعية الدموية كتير في أثناء عملهم يعني. فانفجر في من لبته لا من موضع الجرح نفسه، كأن الجرح دخل منه الميكروب وصعد الميكروب على جدار الشريان وانفجر بناء على دعوته التي استجابها الله له أن يموت بسبب سراية هذا الجرح فيموت شهيدا. وبالفعل كانت آخر غزوة لقريش قتالا للنبي هي الخندق، بعد كده حصل فتح مكة وانتهت الحروب بين رسول الله وبين قريش، فكأن الله استجاب دعوته. فلما حصل ذلك وقفنا على قوله فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار، لأن هو مرد في خيمة بني غفار، والمسجد هنا هو المسجد الذي اتخذه النبي عند بني قريظة، ليس هو المسجد النبوي، واضح؟ فلم يرعهم يعني لم يفزع أهل المسجد، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها، واستجاب الله له أن مات شهيدا بسبب سراية الجرح الذي جرحه في الخندق بعد حكمه على بني قريظة بعدة أسابيع. وتملي النزيف ده يحصل من اليوم العاشر لليوم 25، وفعلا حصل كده. بعد غزوة الخندق الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة، في روايات قالوا 15 يوم حتى نزلوا على حكمه، وفي روايات قالوا 25 يوم حتى نزلوا على حكمه رضي الله عنه. وعنه به قال، أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله خير، للإمام البخاري في صحيح يقول حدثنا الحجاج ابن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يوم قريظة اهجهم أو هاجهم. والهج هو ضد المدح، يعني اهجوا المشركين والكفار من أهل الكتاب كما كانوا يهجون المسلمين ويهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا عليهم. وحسان ده حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يوم قريظة اهجهم أو هاجهم. وجبريل معك، يعني بالتأييد والمعونة، وجبريل معك. وزاد ابن إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت اهجوا المشركين فإن جبريل معك. وهكذا تمت غزوة بني قريظة في كتاب صحيح الإمام البخاري. الباب 33 من الكتاب 64 كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان. والصحيح تبقى وبني ثعلبة من غطفان، مش من محارب خصفة وبني ثعلبة من غطفان، ده الايه الصحيح كده بدل من. ويبدو ان من دي كانت ايه يعني سهو من الكاتب، وثبتت في كل نسخ الصحيح، ولكن الحافظ الدمياطي بين انه بني ثعلبة كانوا أقارب أو أولاد عمومة لإيه؟ لمحارب خصفة. محارب
فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر، يعني جاء بعد فتح خيبر. فتح خيبر كان بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، مش كده برضو؟ وإحنا هنا في بني قريظة، ده كانت بعد خندق، بعد بني قريظة بفترة حصل إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر فمنعوه الكفار، فإيه؟ فعمل صلح الحديبية وعمل عمرة القضاء، وبعد عمرة القضاء عاد وأجلى إيه؟ خيبر، يهود خيبر. ثم لما انتهى من إجلاء خيبر حصل نقض لمعاهدة صلح الحديبية من قبل قريش، ففتح النبي مكة بهذا الترتيب. فقالوا إن غزوة ذات الرقاع كانت، اختلف الحقيقة علماء التاريخ والمغازي في تحديدها، هل هي كانت بعد أحد بعد بني النضير، ولا كانت بعد بني قريظة، ولا كانت بعد خيبر؟ بكل هذه الأشياء قيل أو قال أحد علماء السير والمغازي، الإمام البخاري اختياره إن هي بعد خيبر، بدليل إن سيدنا أبو موسى الأشعري جاء للنبي من الحبشة بعد خيبر وحضر غزوة ذات الرقاع، يبقى أكيد حضر بعد خيبر، خدت بالك؟ ده ترجيح الإمام البخاري. لكن العجيب إن الإمام البخاري جابها بعد بني قريظة، ما جابهاش بعد خيبر، كأن الإمام البخاري ينوه بهذا الترتيب إن قيل أنها بعد بني قريظة، ولكن هو يرجح أنها بعد خيبر، فما جاهاش بعد خيبر. وده يدلك على حصافة الإمام البخاري في تصنيف أبوابه وترتيب أبوابه، فهو أشار إلى القول الذي لا يراه صحيحا الإمام البخاري بأن جاء بها بعد إجلاء بني قريظة، لأن هذا القول قال به كثير من علماء السير والمغازي على رأسهم ابن إسحاق وغيره. لكن هو يرى من حيث ورود الأحاديث الصحيحة أنها كانت بعد خيبر، بدليل أنه حضرها أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري رواية حضوره في ذات الرقاع رواية صحيحة الإسناد، وهو جاء إلى النبي بعد خيبر، يبقى أكيد غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر. فهنا يدلك على مراعاة الرأيين، يبقى الإمام البخاري أشار للرأي الأول بوضع الباب بعد بني قريظة، وأشار للرأي الثاني بإيراد الحديث إن هو في إن حضرها أبي موسى، وكان مجيء أبي موسى من الحبشة إلى النبي بعد انتهائه من خيبر. وقال عبد الله بن رجاء هسل هي ذات الرقاع دي اللي صلى فيها النبي صلاة الخوف، اللي صلى فيها النبي صلاة الخوف اللي نزل فيها آيتها في سورة إيه؟ النساء. وقال عبد الله بن رجاء وقال أبو عبد الله البخاري وقال لي عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران العطار، ورواية ابن عساكر القطان مكان العطار، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع عدها السابعة، وكونوا عدها السابعة تبقى هي بعد خيبر، لأن الأولى بدر والثانية أحد والثالثة الخندق والرابعة بني قريظة والخامسة إيه؟ الحديبية اللي هي غزوة المريسيع بني المصطلق، الخامسة غزوة المريسيع اللي هي بني المصطلق اللي فيها حديث الإفك، والسادسة خيبر، يبقى هي السابعة. شفت الرواية هنا وهي السابعة، دي رواية سيدنا جابر بن عبد الله بيقول وهي السابعة. شفت طريقة الإمام البخاري في سياق أدلته في أنها بعد خيبر، إن حضرها أبو موسى، وإن سيدنا جابر بن عبد الله قال وهي السابعة، واضح؟ يبقى كل دي أدلة ترجح عند الإمام البخاري أنها كانت بعد خيبر ولم تكن
بعد بني قريظة كما ذهب بعض كتاب السير، ولم تكن بعد بني النضير كما ذهب فريق ثالث، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن الجمع بينها، يمكن الجمع بينها، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لمحاربة هؤلاء اللي هم من غطفان عدة مرات، مرة بعد بني النضير وحكاها أحد الصحابة، ومرة بعد بني قريظة ولم يحدث لقاء، ومرة أخرى بعد خيبر وحدثت فيها صلاة الخوف، للجمع بين الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث مناوشات كثيرة بينه وبين قبائل العرب، والعجيب أن معظم هذه المناوشات كان لا يتم فيها قتال. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا الجهاد شرع لنا الجهاد بطريقة لا يحدث فيها قتال كثير، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب إراقة الدماء، وكذلك المسلمون. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، إيه؟ قال لتقتلوا به عدو الله وعدوكم، ولا قال لترهبوا؟ يبقى لترهبهم فلا يقاتلونكم فلا يقتلون ولا تقتلون. شفت قد إيه بقى؟ كأن إعداد القوة لدفع القتل وليس لتحصيل القتل، لأن عدوك لما يعرف أن عندك قوة ما يفكرش يحاربك، وطالما ما يفكرش يحاربك ما يحضلش قتل، يقوم الناس تهدأ وتسمع الدعوة الإسلامية بصورة هادئة، فيدخل من شاء في الإسلام، ومن لم يشأ فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فأصل الجهاد ليس هو القتل، ليس الجهاد هو القتل، ولكن الجهاد هو أن تجعل كلمة الله هي العليا. والرسول صلى الله عليه وسلم غزا وبعث سرايا حوالي 80 غزوة وسرية في 10 سنين، ما حصلش قتال إلا في عدد بسيط منهم جدا، ومعظمها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بيستعرض جيشه في الطريق إلى مكان الغزوة، تقوم كل قبائل العرب تخاف ما ترضاش تقاتل النبي، يبقى إرهابه، وفي نفس الوقت العدو يشوف جيش المسلمين جه اللي هو كان مقصود يتراجع، فالنبي لا يطارده، بل طالما تراجع يرجع صلى الله عليه وسلم، ويبقى كده أدى المهمة، أوقف العدوان عن المسلمين وأرهب الكفار الذين كانوا يحبوا إراقة الدماء ويحرصوا عليها، وجعل لهم فرصة هؤلاء الكفار أن يسمعوا كلام الله فيعوا الدعوة فيدخلوا في دين الله أفواجه. فكان قتال النبي وجهاد النبي رحمة، ودي نقطة مهمة، لأنها مثارة في العصر الحديث، يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، انتشر بالسيف، وقاعدين يقولوا كده، أي سيف هذا؟ فسيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف، اللي هي صلاة الخوف يعني، في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع، وقال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد، وذي قرد غير ايه؟ غير غزوة ذات الرقاع، ذي قرد احنا قرناها اللي هو لما أغار بعض العرب على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على بعض جمال ونوق النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم فسيدنا سلمة بن الأكوع طاردهم وعاد بهم بها إلى النبي، ولما النبي علم خرج بجيش أخاف هؤلاء الناس اللي في ذي قرد، ورجع وصلى صلاة الخوف في عودته، ودي كانت غير غزوة ذات الرقاع، وكأن النبي صلى صلاة الخوف مرتين، في ذات الرقاع وفي غزوة ذي قرد، واضح؟ لأن هنا سيدنا عبد الله بن عباس قال إنه صلى الخوف في ذي قرد، وسيدنا جابر بن عبد الله قال في إيه؟ في غزوة ذات الرقاع، دي واحدة ودي واحدة، وذات الرقاع دي يعني على نحو يوم سفر بسرعة الدواب أيام النبي، يعني من المدينة في اتجاه الشرق في اتجاه نجد، لأن غطفان كانوا أقوياء، أهل نجد كانوا أقوياء، وكان يخاف جانبهم، وكانوا عندهم شراسة في القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه جهة الشرق كثيرا ليرهبهم، حتى دخلوا في الإسلام بعد ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بكر بن سوادة
حدثني زياد بن نافع اللي هو التجيب المصري عن أبي موسى اللي هو علي بن أبي رباح اللخمي المصري برضه، مش أبو موسى الأسعاري هنا، ده مش في طبقته. أن جابرا اللي هو سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما حدثهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. ومحارب وثعلبة دول إيه؟ أهو شوف إحنا قلنا وبني ثعلبة، محارب خصفة وبني ثعلبة، مش محارب خصفة من بني ثعلبة. شفت بقى الكلام هنا مبين إن هي كانت من دي مكانها الواو. يوم محارب وثعلبة اللي هي غزوة ذات الرقاع بقى برضو. وقال ابن إسحاق صاحب المغازي سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابرا يقول خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، ونخل دي أرض في غطفان اسمها نخل، يبقى نخل دي اسم أرض في غطفان، وغطفان دول قبل نجد شرق المدينة، واضح؟ إلى ذات الرقاع من نخل. وسميت ذات الرقاع لعدة أسباب، قالوا أن الجبال المحيطة بالموقعة كانت فيها ألوان كثيرة مختلفة يعني زي المرقعة كده، فسموها ذات الرقاع نسبة لهذه الجبال. وقيل أنها سميت ذات الرقاع لأن راية المسلمين كانت مرقعة يعني حصل فيها تخريق فرقعوها. وقيل أنهم سميت ذات الرقاع لأنها كان كثير من الصحابة يسير بغير ركوبة حافي القدمين فتخرقت أقدامهم من الأرض فلفوا حول أقدامهم الرقاع فسميت ذات الرقاع لهذا. يبقى في ثلاث أسباب لتسميتها ذات الرقاع. فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال. أهو شوف النبي صلى الله عليه وسلم عارف لولا خروجات النبي دي كانت غطفان جات اجتاحت المدينة وقتلت ألف مؤلف وقتل منهم برضو ألف مؤلف. يبقى خروج النبي كان رحمة، أوقفهم عن القتال، أخافهم حتى يسمعوا دين الله فيعوه بهدوء فيدخلوا في دين الله أفواج، فدي كلها رحمات. فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا، وأخاف الناس بعضهم بعضا يعني أخاف الفريق ده الفريق الآخر، فكل خاف من الآخر. غطفان رجعت والمسلمين رجعوا في مروح، ذهب المسلمين وجيئتهم مروا على قبائل كثيرة كانت تفكر في غزو المدينة فغيروا رأيهم ولم يريدوا أن يغزوا المدينة، فكان فيها كمان فوائد كثيرة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف يعني بالناس، وقال يزيد عن سلمة اللي هو سلمة الأكوع أو سلمة الأكوع اللي هو بتاع غزوة ذي قرد اللي فيها لقاح النبي غير ذات الرقاع. خد بالك إن الروايات متداخلة، ده بيتكلم على حاجة وده بيتكلم على حاجة، بس لأن ذي قرد صلى فيها صلاة الخوف فلازم يجيب سيرة سلمة بن الأكوع، ولأن أيضا ذات الرقاع صلى فيها صلاة الخوف فلازم يجيب سيرة سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا عبد الله بن عباس في ذكر صلاة الخوف، ودي كانت ليها هيئة ودي كانت ليها هيئة. هنشرح هيئات صلاة الخوف بعد. عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد، أهو القرد أهو غزوة ذي قرد اللي هي إيه أغير فيها على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القصة مش متحدة، ذات الرقاع غير ذات قرد، لكن اتحادهم في إن الاثنين حصل فيهم صلاة الخوف، خدت بالك؟ بس الفرق ان في ذي قرن كان العدو يعني عكس القبلة، وفي غزوة ذات الرقاع كان العدو في اتجاه القبلة، عشان يبين لك صلاة الخوف لو كان العدو في جهة القبلة تصلي ازاي ولو كان العدو خلف القبلة تصلي ازاي، يبقى يبين لك الهيئتين. وعن أبي قال حدثنا، وفي رواية حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى اللي هو الأشعري بقى سيدنا أبي موسى الأشعري اللي هو جاء من الحبشة بعد إيه فتح خيبر
رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، في رواية ابن عساكر في غزوة، وروايات باقي روايات البخاري في غزاة، ونحن في ستة نفر. مش معنى كده ان كانت الغزوة كلها ستة نفر، لا، يعني كان قرايبه من الأشعريين كانوا ستة، وكان ما عندهمش إلا جمل واحد، فكانوا يتناوبوا ركوب الجمل ويمشوا لحد ما يجي كل واحد عليه النوبة فيركب الجمل. كويس، يبقى الستة دول كانوا من بني من الأشعريين، أقارب سيدنا أبي موسى من قبيلته، كانوا على جمل واحد. وليس معنى ذلك أن النبي خرج في ذات الرقاع بستة نفر فقط، بل خرج في 400 وقيل 700، يعني في روايتين أنه خرج ب400 وقيل 700، والروايتان صحيحتان. يبقى بدأ الخروج ب400 ثم التحق به بعد ذلك جمع آخر طوال مسيره حتى وصل، فصاروا عند نهاية المطاف ب700. يبقى ما فيش تناقض في الروايات، لا 400 بداية المسير، ولا 700 باعتبار من لحق به صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده لما تقرأ السيرة لازم تقرأ السيرة بطريقة تجمع بين الروايات، ولا تقرأها بطريقة تقول ان ده تناقض وتروح شاطب وده ضعيف وده تناقض، يبقى تترك سيرة النبي. لا، المسألة مش كده. وخد بالك ان في السير علماء السير لا يبحثوا عن صحة الإسناد، بل يبحثوا عن شهرة الخبر، بخلاف علماء الحديث يبحثوا عن صحة الإسناد وعن حال الرواة. يبقى علماء المغازي لهم منهج غير منهج علماء الحديث. علماء المغازي يكتفي بشهرة الخبر، فقد يروي الخبر المشهور وإن فتشت حديثه إسناده تجده ضعيف، لكن يروه، لأن يكتفوا إيه؟ بشهرة الخبر لا بحال الرواة. لكن علماء الحديث يهتموا بحال الرواة وباتصال السند عشان يحكم بالصحة أو بالحسن أو بالضعف أو بالكذب. فاللي يدخل سيرة النبي بمنهج علماء الحديث هيحذف أشياء كثيرة ويبقى جاهل. واضح؟ فلازم لما تقرأ السيرة تعرف منهج علماء السيرة إيه. أنت الوقت مثلا لما تسمع أخبار حرب 6 أكتوبر، يكفيك الشهرة، يجي لك ناس في التلفزيون حضروا الحرب، يمكن أنت ما تعرفش أسمائهم ولا حالهم، يحكي لك يقول لك يوم كذا جالنا الأمر بكذا فعملنا كذا وقابلنا كذا وانتشر كذا وخلاص. تكتفي أنت بشهرة هذا الخبر إنك ترويه بدون ما تسأل مين اللي رواه ومين الراجل اللي بيتكلم ده واسمه إيه وهل كذاب ولا مش كذاب. تكتفي ليه؟ لأن دي غزوات، الغزوات يكتفى فيها إيه؟ بالشهرة. بخلاف بقى الأحاديث اللي هتنسبها للنبي إنه قالها، دي مسألة تانية بقى عايزة دقة. فعلماء الحديث كانوا مهتمين بأنفاس النبي، لابد أن يبقى الطريق الواصل لأنفاس النبي يكون صحيح، إنما الأحداث فيكتفى فيها بالشهرة ولو رواها كافر. إنما احنا ما ناخدش الحديث من كافر، لكن ناخد أخبار السيرة من كافر، ما يتفرقش معانا، مش كده برضو؟ يعني يقول لك مثلا واحنا قاعدين الوقت، واحد يجي لك يقول لك ايه وانت طالع على باب الازهر، دائق صليب مثلا ولابس سلسله فيها صليب، يقول لك ده فيه ناس عاملين اضراب في ميدان التحرير. هتقول لا، ما هكدبه الجدع ده، اصل هو ده ايه؟ ده مش مسلم، والمسلم طالما مش مسلم يبقى ليس بعدل. بعد شويه يجي لك واحد تاني ما تعرفوش يقول لك في اضراب في ميدان التحرير، بعد ثلاثه ثالث يقول لك في اضراب في ميدان التحرير، وعشره يقول لك في اضراب، ولا تعرف ده ولا تعرف ده ولا تعرف ده ولا تعرف ده، يبقى فعلا في اضراب في ميدان التحرير. خلاص، فهمت ازاي؟ انا ما ببحثش عن حال الرواه اذا اشتهر الخبر، اذا اشتهر الخبر لا ابحث عن ايه؟ عن حال الرواه. خد بالك، لان في ناس طلعوا من بعض علماء المسلمين في العصر الحديث بعدما درسوا علم الحديث وتفرغوا له بدأوا يدرسوا السيرة بوجهة نظر علماء الحديث، فعملوا لنا أزمة. فيقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها حمامتين في الغار وباضوا، ولا في حاجة اسمها العنكبوت عمل مش عارف ايه، دي كلها روايات ضعيفة ملناش دعوة بيها. الله، مين قال لك؟ دي اشتهرت، واللي شاف الحاجات دي على فكرة الكفار، والكفار هم اللي أخبرونا بيها واشتهرت. فهمت ازاي؟ وقبلها علماء السيرة وكتبوها، زي الإرهاصات اللي حصلت لما يوم مولد النبي. هو كان في ساعتها مسلمين،
كانش في ساعتها مسلمين، لكن مين اللي رواها؟ اللي حضر الواقعة واشتهرت، فالناس علماء السيرة يقبلوا ياخدوها بالرغم ان ما نعرفش مين اللي روى مثلا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل من بطن امه نزل معه نور اضاءت له قصور الشام. طب مين اللي روى الخبر ده بالذات يعني وسلسلته كده نعرف اسماء؟ فيش، تعرفش. فيقوم يجي لك التانيين يقول لك لا اشطب على الخبر ده. ليه؟ لانه منقطع، لانه مش عارف رواته، ما نعرفش حالهم. ده انت داخل في منهج، في علم بمنهج علم ثاني، يبقى انت كده بتلخبط. فهمت بقى؟ يبقى دي اسمها لخبطة. ادخل انا مثلا في العلم السيرة بمنهج علماء السيرة والتاريخ، علماء السيرة والتاريخ يكتفوا بشهرة الخبر. واذا دخلت في علم الحديث ادخل بمنهج علماء الحديث، يبقى ما حصلش لخبطة بين العلوم بعضها وبعض. واضح؟ مهمة الحتة دي، لان في كتير من الناس كذبوا روايات متعلقة بالارهاصات اللي حدثت في عصر النبي، في ميلاد النبي، وبما حدث للنبي في حال هجرته، وبما حدث للنبي في بعض غزواته من معجزات. كل ده قال لك اصل احنا بحثنا عن اسانيدها لقيناها واهية او منقطعة او لا نعرف حال الرواة. يبقى هو دخل في علم بايه؟ بمنهج علم اخر، فما ينفعش. زي بالظبط لما تيجي تدخل مثلا في علم الطب بمنهج الحلاقين. ما هو اصلا بدايه الطب اصلا كان بيقوم بمين قبل ما يبقى في كليات طب من 200 سنه؟ الحلاقين. مش كده برضه؟ حلاق القريه هو اللي كان يفتح الخراريج، هو اللي يختن للاطفال، هو اللي يكوي البواسير، هو اللي يوقف النزف. مش هو ده حلاق القريه اللي كان بيعمل كده؟ طيب الوقت الطب بقى علم وليه اصول وقواعد، فلو دخلت انا علم الطب بمنهج الحلاقين هلخبط علم الطب، ولو دخلت في منهج الحلاقين بعلم الطب هطلعهم ان هم كانوا مجرمين في عصره وكانوا بيريقوا دماء الناس بالباطل، في حين ان هم ادوا مهمة على مدى مثلا 10 قرون، كانوا بيحلوا ازمات وبيراعوا الجروح وهكذا. فيبقى لازم كل علم ادخله من باب قواعده. واضح؟ يعني لو دخلنا مثلا في علم التوحيد، علم الالوهيات بمنهج علماء النحو. واضح؟ فعلماء النحو يقول لك ايه مثلا؟ حضر زيد الدرس. زيد مرفوع لانه فاعل. انت بقى راجل من علماء الالوهيات التوحيد، فتقول شوف جعل زيد فاعل، والفاعل هو الله، هذا شرك. ما ينفعش. فهمت بقى ازاي؟ لانه هو داخل بمنهج علماء التوحيد. علماء التوحيد يقول لك الفاعل هو الله، هنا بتوع النحو قال لك زيد هو الفاعل. الله. ازاي بقى؟ هل هناك فاعل غير الله؟ فلو دخل منهج النحو بتاع سيبويه وبتاع ابن مالك، واخد بالك، وابن عقيل، هيطلع دول كفار. ليه؟ لانه جعل هناك فاعلين مع الله. لا، مش عندهم زيد بس، واحيانا عمرو يبقى فاعل، واحيانا هشام يبقى فاعل، واحيانا كل حاجه تبقى فاعل. من قام بالفعل فهو الفاعل، مش كده برضه؟ في حين ان لا يقوم بالفعل الا الله في علم الالوهيات. واضح؟ يبقى لو دخلنا علم التوحيد، علم النحو بمنطق علماء التوحيد، هنطلع علماء النحو كفار ومش هنتعلم اللغه. نفس الطريقه اللي عملها جماعه في هذا العصر الحديث ممن انتسبوا المذهب اللي سموا نفسهم سلفيه، واخد بالك، وكان اصلهم وهابيه، ثم تطوروا، ما الانسان بيتطور، بعد كده سموا نفسهم سلفيه، ما يجراش حاجه، سموا نفسهم اي اسم ما يجراش حاجه، هم برضو اخواننا في المسلمين، لكن لهم منهج في دخول الدين مختلف عن منهج المسلمين المعتادين، فخلفوا الاجماع. منهجهم انهم اهتموا بايه؟ بعلم الحديث من حيث الروايه لا من حيث الدرايه. يقعدوا يتكلموا في الرجال ويتكلموا في ميزان الرجال واحوال الرجال، ويقول لك ده ضعيف وده صحيح وده حسن. حلو جميل، بس استمر على ذلك في علم الحديث بس. لكن هم المشكله بقى ان هم لما غلب عليهم هذا المنهج ابتدوا يراجعوا كل كتب المسلمين في العلوم المختلفه بمنهج علم الحديث، فطلعوا باقي العلوم ايه؟
ضلال وبدعة وفي النار، ودوا المسلمين في داهية. فهمت ازاي؟ زي بالظبط الرجل بتاع علم الالوهيات اللي قضى عمره في علم الالوهيات وعارف ان الفاعل هو الله، جاء قلنا له مثلا تعالى هنا الدكتور محمد حسن عثمان هيشرح كتاب في النحو مثلا في الازهر، فدخل لقى الدكتور محمد حسن عثمان بيقول لك اكل التلميذ التفاحه التلميذ فاعل. الله، ايه ده في الازهر بيعلموا الناس الشرك، بيقولوا ان التلميذ فاعل والفاعل هو الله، لا حول ولا قوه. يروح واخد حذاء وتنه ماشي وايه ويشوش على الشيخ ويقول ده الشيخ ده بيعلم الناس الشرك في الازهر الشريف. والله سمعته باذني يقول ان التلميذ فاعل والفاعل هو الله. يبقى ده منهج بقى غلط. لازم نرجع بقى نشوف كل علم له اصوله، وابتدي اتعلم العلم من ايه، من حسب قواعد هذا العلم. واضح؟ فدي نقطه مهمه ناخد بالنا منها. فهنا سيدنا أبي موسى الأشعري بيقول إيه؟ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات، في غزوة، ونحن في ستة نفر، بيننا بعير نعتقبه. يعني نعتقب يعني كل واحد يركبه بالدور، كل واحد يركبه مثلا خمس دقائق، وده ينزل يركب غيره لحد ما يلف الدور على ستة ويرجع الدور عليك وهكذا. أدي معنى نعتقبه، يعني كل واحد يركب بنوبته. فنقبت أقدامنا، طبعا ماشيين في أرض صخرية وأرض صعبة وأرض حرارتها عالية وأيام بيمشوا أيام وطول النهار، فطبعا تقطعت أحذيتهم ونعالهم وبدأ يمارسوا المشي حفاة. فلما مشوا حفاة على مثل هذه الأرض الصخرية حصلت إيه؟ نقبت أقدامهم. يعني إيه حصل بقى؟ فأفيق في أقدامهم نفرات كده وجلطات وسحاجات وقرح وجروح، وبدأوا ايه يقطعوا من ثيابهم اجزاء ويلفوها حوالين ايه رجليهم، خرق يعني. فنقبت اقدامنا ونقبت قدماي، يعني هو برضو بيقول وقدمنا من ضمنهم برضو نقبت، وسقطت اظفاري من كتر الجروح ومعالجة الصخور بالأقدام غير محمية بنعل، أظفاره كمان اتخلعت، يعني كانت معاناة شديدة. فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. هذه سبب أحد أسباب تسميتها ذات الرقاع. واضح؟ في رواية أبي ذر لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، يبقى نعصب ونعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. يعني سيدنا أبو موسى بعد ما قال كده وبين معاناته خلف النبي في الغزوات كره ان تبقى دي شهرة واشهر عملا جاهد فيه، وهذا قد يحبط عمله، فكره بعد ذلك ان هو إيه كان يتكلم بهذا الحديث ويشهر عمله. ده دليل اخلاص الصحابة وحبهم في ان يعملوا في صمت وان يجاهدوا في الله ويقاسوا العناء دون ان يخبروا الناس بما يحدث لهم، لعلو همتهم ولشدة إخلاصهم لربهم ومخافة أن يدخلهم الرياء، وهم أبعد الناس عن الرياء. تربية نبوية شريفة. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك اللي هو الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور إمام دار الهجرة، عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. صالح بن خواد تابعي بيروي عن أحد الصحابة مش عارفين مين، لا يضر، لأن إيه؟ لأن الصحابة كلهم عدول، يبقى لما ما نعرفش اسمه في الحالة دي ما تضرناش، لأن كل الصحابة عدول، ما حدش فيه الصحابة كذاب. واضح؟ عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه
وطائفة وجاه العدو. يبقى كان في غزوة ذات الرقاع العدو في جهة القبلة، العدو في جهة القبلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ خلى طائفة في وجاه العدو كده واقفة، عشان العدو لو سجد الطائفة التانية تبقى محمية متترسة بالوقت بالطائفة الصف اللي واقف مواجه للعدو. والنبي خلف هذه الطائفة وقف إماما يصلي بالطائفة الأخرى الصلاة، واضح؟ صلى بهم بالطائفة اللي وراه ركعة، كويس؟ ثم قام للركعة الثانية. هما الطائفة التانية دي قامت خلصت الركعة التانية والنبي واقف لسه في الركعة التانية يطيل القراءة، فخلصوا الركعة التانية وسلموا وراحوا وقفوا مكان الطائفة اللي كانت واقفة، والطائفة اللي كانت واقفة وجاه العدو رجعت خدت مكانها خلف النبي. وكل ده النبي كان واقف بيقرأ يستني ما تحصل الحركة دي كلها تتم. وبعدين صلوا خلف النبي الركعة الثانية، كانت بالنسبة للنبي ثانية وبالنسبة لهم أولى. لا، الأولانية خلصوا الركعة والنبي مطيل خالص، كويس؟ يعني صلوا ركعة كاملة مع النبي والنبي وقف، هم وقفوا خلف النبي قرأوا الفاتحة وسورة قصيرة وركعوا وسجدوا وقروا التشهد وسلموا وراحوا يقفوا مكان اللي واقفين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا في قراءة الركعة الأولى الثانية، واضح؟ جات الطائفة الثانية خلف النبي نوت وصلت خلفه، كانت بالنسبة للطائفة الثانية الركعة الأولى وبالنسبة للنبي إيه؟ الركعة الثانية. جلس النبي لقراءة التشهد فلم يجلسوا هم، قاموا وفضل النبي صلى الله عليه وسلم يطيل قراءة التشهد حتى انتهوا من الركعة وقرأوا التشهد وسلم النبي وسلموا. فهمت الكيفية دي؟ فهمت دي إحدى كيفيات صلاة الخوف. صلاة الخوف وارد فيها 16 كيفية، دي إحدى الكيفيات، واضح؟ والكيفية دي لما يبقى العدو في وجاه القبلة في اتجاه القبلة. عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه صلى الله عليه وسلم، يعني خلفه مقتدية به، وطائفة وجاه العدو يعني تلقاءه، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتمهم. فهمت بقى؟ ثم ثبت قائما يعني مطيل القراءة، والتانيين اللي صلوا الركعة الأولانية أتموا الركعة التانية، واضح؟ وأتموا لأنفسهم ركعة أخرى ثم انصرفوا. يبقى في صلاة الخوف قصروا الصلاة، ودي كانت صلاة عصر رباعية بس قصروها، لأن من أسباب قصر الصلاة الخوف، واضح؟ ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى اللي هي كانت واقفة للحراسة فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا يقرأ التشهد، وهم قاموا يجيبوا الركعة التانية اللي عليهم لحد ما حصلوا النبي في التشهد، وبعدين النبي سلم وسلموا، واضح؟ يبقى دول خدوا ركعة مع النبي وركعة لوحدهم، ودول خدوا ركعة مع النبي وركعة لوحدهم، ودول حضروا مع النبي تكبيرة الإحرام، والتانيين حضروا مع النبي التسليم وقراءة التشهد الأخير. يبقى الحكاية موزونة بالعدل، واضح؟ يعني دول حضروا النية وتكبيرة الإحرام، ركنين هم حضروا مع النبي، والتانيين لما فاتهم الركنين دول حضروا ركنين تانيين مع النبي قراءة التشهد والتسليم، فبقت في الآخر عدد الأركان اللي حضروها دول كعدد الأركان اللي حضرها دول، وده يبين لك عدل النبي حتى في إقامة الشعائر. فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. في روايات أنه يسلم بهم ينتظرهم، وفي روايات أنه يسلم وهم يتموا لوحدهم، في روايات كده وفي روايات كده وروايات كده، ويبدو أن النبي صلى عدة مرات بكيفيات مختلفة ليبين ايه ان احوال المسلمين مع الاعداء بتختلف من ايه، من حدة وسخونة وبرودة وغير ذلك. يعني في احوال بتبقى
في قتال على وشك يحصل، يسموها الجماعة بتوع الجيش الوقت يقولك الحالة جيم، وساعات تبقى الحالة ب وساعات تبقى الحالة ألف. لما تبقى الحالة ألف والحكاية هادية وقاعدين خلاص هنصلي صلاة عادية، بقت الحالة ب نصلي صلاة ب، يعني نص نص كده، واخد بالك؟ لدرجة ان في بعض الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو 4 ركعات الامام، وكل طائفة تصلي مع النبي ركعتين، تبقى ركعتين للجيش و4 ركعات للامام. يعني هو يقعد يقرأ التشهد الاوسط وهم يكملوه ويسلموا ويمشوا، وبعدين يقوم يجيب التالتة والرابعة، يجوا التانيين يحضروا مع التالتة والرابعة، وتبقى بالنسبة لهم اولى وتانية، ويقرأ التشهد مع النبي، يبقى النبي صلى 4 وهم صلوا 2، على حسب برضو حالة القتال توسعة على الأمة وعلى المسلمين. وده يدلك على أهمية الصلاة أنها لا تترك في أي حال، لو هتترك تبقى تترك في الحالة دي بقى، لكن إيه ده يدلك على أهمية الصلاة في حال المسلم. عشان كده سيدنا خالد بن الوليد في عسفان كان لسه كافر، فإيه نفسه حدثته، أصله قائد حرب بقى، قال لك إيه، شاف المسلمين بيصلوا الظهر، فقام قال للكفار، وكان لسه هو في الجيش الكفار، قال لهم يأتيهم صلاة هي أحب عندهم من أولادهم، فنهجم عليهم حال سجوده. مرتبها سيدنا خالد، خدت بالك؟ قام سيدنا جبريل وصل للنبي ما دار في إيه الحديث بن خالد، فعلمه صلاة الخوف، فصلاها في عسفان وهو موضع بين مكة والمدينة، واخد بالك؟ يبقى لما صلاها عمل ايه سيدنا خالد؟ دور ان مستني ان الجيش كله يبقى ساجد عشان يهجم، لا، في طائفه واقفه فما هجمش، فهمت بقى؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى كان يراعي المسلمين رعايه عجيبه، لان هي الامه اللي هي محل نظر الله، فالحمد لله دي جعلنا منهم. وخد بالك قول سيدنا خالد، يقول ايه، هي احب اليهم من اموالهم وابنائهم، الصلاة، فلازم المسلم تبقى كده، الصلاة بالنسبة له أحب إليه من ماله وولده، لأن دي علاقته بربه، لكن دلوقتي من أجل ماله وولده يضيع الصلوات. يبقى في فرق كبير بين حالنا وحال الصحابة، ودي شهادة الكافر للمسلمين، وتملي الكافر يدور النقص، يشوف النقص، فشهد لهم بالكمال، فما بالك لو كان منهم، يشهد لهم بأكمل الكمال بقى كمان. فلازم حال المسلمين أمام الكفار يكون حال كمال، علشان يبقوا دعوة جيدة لدينهم، مش الكافر يقعد معاك، قاعد انت مع الواد حنة وقاعد مع الواد ميخائيل، واخد بالك ازاي، يدن العصر وانت قاعد تكمل معاه لعب الكوتشينة، طب ايه الفرق بقى بينك وبين، ما انت بقيت زي ميخائيل. لكن لا، لو انت قاعد معاه ومجرد تسمع اذان العصر تقول له عن اذنك بس هصلي واجي لك على طول، يوم يعرف على طول أهمية الصلاة في حياتك، يقوم بمرور وقته وكثرة عشرته لك مع حسن معاملته ومواظبتك على الصلاة، يقوم يبتدي يحب الإسلام والمسلمين والناس الطيبين، فيدخل في الإسلام ببساطة من غير ما تقول له حاجة. شوف، من غير ما تقول له حاجة هتلاقيها كده. يعني أحد الناس اللي هم كانوا بينقبوا في الآثار في الصعيد، وحكاها لي هذه أحد أصدقائي من الأقصر، كانوا بينقبوا في الآثار، وكان المشرف على تنقيب الآثار مهندس فرنساوي جاي، فكان يشوف عمال التنقيب اللي هم اصلا من الاقصر صعيدة مصر، يجي وقت الصلاة يتوضوا ويسيبوا الشغل ويتوضوا ويكبوا على بعضهم، واخد بالك، حتى الرئيس بتاعهم يكب على العمال والعمال يكبوا للرئيس، وبعدين يقفوا يصطف، متصور بقى ان هيأمهم الرئيس بتاعهم، يلاقي واحد من العمال بسيط كده ولا يأمهم، لانه هو احفظ القرآن منهم، ويقفوا صفوف ويسمعوا كلامه، يقول الله أكبر، كله والله حاجة عجيبة، هو قاعد بقى منبهر، وعاش معاهم كده شهر في الحكاية دي، صدق إن بعد الشهر من غير ما يكلموه وما يعرفوش لغته إن أسلم، قال ده دين عجيب، دين عجيب اللي يخلي الإنسان الضعيف ده يبقى إمام للناس عشان يحفظ قرآن، هو متصور الحكاية بالقوة وبالمناصب وبالمال ده لقى إن الرئيس بتاعهم بيمسك الكوز يكب على الصبيان بتوعه عشان يوضيهم، ولما يجي يصلي يقف وراهم، حاجة غريبة قوي. شوف، احنا بنعملها تلقائية ولا تلفت انتباهنا، لكن دي تلفت انتباه مين؟ الكافر اللي ما شافش الحاجات دي. تقوم انت تبقى عملك دعوة، عملك نفسه دعوة، واضح؟
الحكاية مش حكاية انك انت تقعد تجادل وتناكف كتير مع الناس. المسألة مش كده. الإسلام ما انتشرش بالجدال، والله انتشر بالمعاملة الحسنة والتعامل العظيم. او شوف سيدنا خالد كان كافر، بيقول على الصلاة لأن شاف المسلمين حريصين عليها، هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم. فلما يبقى يجي جيل من المسلمين الصلاة أحب إلي من أبنائي ومالي، يبقى ساعتها تأتي نصرة الله للمسلمين. إنما طول ما احنا الدنيا مالية قلوبنا هنفضل باستمرار نجادل بعضنا البعض ومتفرقين، وملناش قوة على أعدائنا، لأن ملناش قوة على أنفسنا وعلى شياطيننا. إن هزمنا أمام أنفسنا وشياطيننا فكيف ننتصر على أعدائنا؟ فلابد أن احنا نرجع مرة أخرى نبقى بهذه الصورة. وعنه به قال: وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل، اللي هي أرض في غطفان، نخل اللي حصل فيها غزوة ذات الرقاع، كويس؟ فذكر صلاة الخوف، وفيها كمان قصة ايه جمل سيدنا جابر. فاكرين انتوا حديث جمل جابر وهم راجعين؟ الجمل بتاع جابر بقى ايه، مش عايز يمشي وحرن بيه، وبقى في اخر القوم، واخد بالك؟ لانه كان جمل عجوز كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح نخسه بايه، بعصاته صلى الله عليه وسلم، فبقى ايه اسرع الجمال في المأمك. ودي حصلت البركة. والرسول صلى الله عليه وسلم ابتدى يتناقش مع جابر ويقول له تبيعه لي، فاشترى منه. وسيدنا جابر مكسوف لانه مش عايز يبيعه، لانه ده بيسقي النخل بتاع ارضه وما عندوش غيره. لكن لما ايه، لما الجمل كان يعني تعبه وخاف ان ايه، ان يرجع لعادته العوجة تاني بعد ما يوصله، ويكون تأثير نخسة النبي دي مؤقتة لحد ما يوصله بس ويرجع تاني يتعبه، فوافق تحت مضض يعني انه يبيعه للنبي. ولما وصل المدينه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اين الجمل يا جابر؟ فقال: هو على باب المسجد يا رسول الله. فاعطاه الثمن ثم قال: هو لك يا جابر، واعطاه الجمل صلى الله عليه وسلم. القصه معروفه واحنا قريناها قبل كده. القصه الجمل دي بتاع سيدنا جابر كانت في غزوه ذات الرقاع عند عودتهم، واضح؟ وعشان تربط الاحداث بس. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. يعني هذه الهيئة دي أحسن ما سمع، وعشان كده أخذها الإمام مالك والإمام إيه الشافعي، وجعلها هي من الهيئات المعتبرة في مذهبهما، واضح؟ بس الإمام مالك قال إن الإمام ما ينتظرش في التشهد، يقرأ التشهد ويسلم ويسيب أمهم يخلصوا. والإمام الشافعي قال لا، ينتظر، واضح؟ لكن الهيئة واحدة عند المالكية والشافعية، بس الخلاف ان المكيه قالوا ان الامام يقرا التشهد ويسلم ما ينتظرهمش، والشافعي قالوا لا، ينتظر ويسلم اولا ويسلم خلفه، واضح؟ لكن الهيئه دي خد بيها الشافعيه والمالكيه والامام احمد برضه ابن حنبل. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن اسلم ان القاسم بن محمد حدثه فقال، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له القاسم ابن محمد ده تابعي ويكلم على النبي من غير صحابي. يبقى هنا ده مرسل تابعي، لان سقط الصحابي، فهمت؟ يبقى الحديث ده مرسل تابعي، الا انه روى الامام البخاري مسندا بعد ذلك في كتب اخرى زي كتاب التاريخ. عن زيد بن أسلم أن القاسم بن محمد حدثه صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. وبني أنمار دي من بجيلة برضو، إيه حدثت بني أنمار دي بعد غزوة ذات الرقاع، وصلى فيها برضو صلاة الخوف. يبقى النبي صلى صلاة الخوف في عدة غزوات صلى الله عليه وسلم، وعشان كده ورد عنها هيئات وكيفيات كثيرة. وعنه به قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال. الله، صالح بن خوات هناك في الرواية اللي قبل كده قال على النبي وأسقط الصحابي، هنا أظهر الصحابي،
شفت الإمام البخاري بقى لما تيجي تقرأ الروايات بتاعته تلاقي كل رواية تعالج لك رواية. الإمام البخاري كان علامة، وكان علمه يبان من خلال سوق الأسانيد، وما يدركش الحكاية دي إلا أن اللي بيقرأ يكون عنده علم بالرجال وعلم بالاتصال السند وغير ذلك. فهنا صرح أن اللي كان يروي عن صالح بن خوات سهل بن إيه؟ ابن أبي حثمة. هناك في الرواية اللي قبل كده في أول الباب قال عن صالح بن خوات واتكلم على النبي على طول، واضح؟ وصالح بن خوات ده تابعي. عن سهل بن أبي حثمة قال: يقوم الإمام، يعني في صلاة الخوف، مستقبل القبلة، وطائفة منهم معه، يعني مع الإمام، وطائفة من قبل العدو في وجاه العدو، وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين مكانهم، ثم يذهب هؤلاء اللي صلوا ركعة مع النبي وركعة لوحدهم والنبي واقف مستني الطائفة التانية، كويس؟ ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك اللي هم في قبل العدو، فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة، فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. شوف ثم كأنه سلم في الرواية دي، كأنه إيه؟ سلم. وعشان كده رجحها الإمام مالك لأنها هي الموصولة، واضح؟ فيقول لك يسلم ما يستناهمش، ده الإمام مالك. والإمام الشافعي قال لك لا، الرواية اللي فوق موصولة برضه، ده هي عند الإمام البخاري مرسلة لكن هي موصولة في الكتب التانية، فقال إن الرواية اللي فيها أن انتظرهم هي الرواية أيضا صحيحة بإسناد صحيح، فأخذها الإمام الشافعي. فهمت إن كل إمام له دليله من حيث الثبوت، وكل من رسول الله ملتمس. وعشان كده يبقى فيها ساعة. افرض ان الامام انتظاره حصل فيه هجوم على المسلمين، يسلم ويشارك في الهجوم ويسيب دول يتموا، ما حصلش هجوم ينتظر والدنيا هدوء ويسلم الاول وهم يسلموا، يبقى يدي حرية. يبقى اختلاف المذاهب في المسألة بيدي حرية للامام في صلاة الخوف ازاي، لان احوال الحرب لا نهاية لها من حيث بقى ايه الالتحام، ومن حيث الانتظار، ومن حيث المنابذة وغير ذلك، ممن يحضر الحرب يعرف الحاجات دي كلها. وعن أبي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. ده الحديث ده احنا قرأناه خلاص. وعلى أي حال سهل بن أبي حثمة ده العلماء قال لك ده ما زال الحديث ده الصحابي فيه ساقط، بالرغم أن سهل بن حثمة صحابي، قال لك لأنه لم يحضر هذه الغزوة كان صغيرا، فأكيد هو رواها عمن حضرها، يبقى يسموه مرسل صحابي. يسموه إيه؟ مرسل صحابي، لأن سهل بن حثمة ده صحابي صحيح، بس صحابي صغير السن ما حضرش هذه الغزوة. وده برضو فيه ثلاثة من التابعين بيروا بعضهم عن بعض في الإسناد ده. وعنه بيقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه بيقال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى أنه سمع القاسم اللي هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد ابن أبي بكر الصديق ده صحابي صغير، صحابي صغير ابن القاسم تابعي، وكان من علماء المدينة الكبار اللي هو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. قال أخبرني صالح بن خوات عن سهل اللي هو سهل بن أبي حثم أنه حدثه قوله السابق. يعني يبقى الإمام البخاري اهتم أن يروي الحديث من طرق كثيرة عشان يقوي مراسيل الصحابة، واضح؟ فجاب من أسانيد كثيرة ليقوي هذا الخبر، لأن منهج علماء الحديث لما يجي يروي السيرة يروي السيرة بطريقة علماء الحديث، يقوم يهتم بالأسانيد. الإمام البخاري يغلب عليه علم الحديث، فلما يجي يتناول المغازي وهي من علم السيرة يرويها بطريقة علماء الحديث، فيهتم بقى بالأسانيد والتوابع والشواهد والأخبار والرجال، لأنه داخلها بمنهجه. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان
قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، في برضو غطفان سيدنا عبد الله بن عمر هنا، يبقى هناك كان رواية عن جابر بن عبد الله ورواية عن عبد الله بن عباس وعن سهل بن حسمة، وهنا رواية عن سيدنا عبد الله بن عمر، واضح؟ قبل نجد، جهة نجد يعني شرق، جهة الشرق اللي فيها غطفان، فوازينا يعني قابلنا، فوازينا العدو فصاففنا لهم. وده جايب لك جزء من حديث رواه الإمام البخاري في أبواب صلاة الخوف في أول الكتاب بالتفصيل، يعني عايز يقول لك إن سيدنا عبد الله بن عمر حضر أيضا صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. الرواية دي إن الإمام سلم أهو الأول وقاموا بعد كده، يبقى اللي ذهب إليه الإمام مالك فعله النبي، واللي ذهب به الإمام الشافعي فعله النبي، والاختيار على حسب الحال، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة أن جابرا رضي الله عنه أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني جهتها. ودي رواية تاني، إسناد جديد تاني بيقوي إسناد جابر اللي فات، واضح؟ كل دي تقوية للأسانيد، يسموها توابع متابعات. يبقى الحديث اللي بيرويه في أول الباب يسموه الشاهد، والأحاديث اللي بتيجي بعديه اسمها المتابعات، فالمتابعات تقوي أحاديث الشاهد أو الأصل. يبقى أول حديث في الباب يسموه الأصل أو الشاهد، وبعديه المتابعات التي تقويه. وعن أبي قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني أخي هو عبد الحميد بن أويس ابن أبي أويس عن سليمان هو سليمان بن بلال التيمي عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري محمد بن مسلم عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل يعني رجع، يبقى قفل يعني رجع، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه يعني رجع معه، فأدركتهم القائلة يعني جاء وقت القيلولة وهم راجعين، وقت القيلولة اللي هو شدة حرارة الشمس من وقت الضحى كده لحد أذان الظهر، دي سموها القائلة، وكان الجو بيبقى في الصحاري وفي جزيرة العرب شديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستريح الجيش في أي ظل، كويس؟ فأدركتهم القائلة يعني شدة الحر في وسط النهار، جاء القائلة في واد كثير العضاه يعني كثير شجر الشوك، العضاه هي شجر شوك يعني لا ثمر له إلا إن فائدته ظل، يبقى ظل بس، فالنبي أول ما لقى وادي فيه شجر كتير ظل فرصة إن الجيش يستريح في الظل، إيه من عناء الحر ومن عناء إن هم لسه جايين من سفر طويل وراجعين المدينة. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه، كل واحد خد له شجرة بقى إيه ونام تحتها، أو كل مجموعة نام تحت شجرة، وشجرة كبيرة ظلها كبير سابوها للنبي صلى الله عليه وسلم متطرفة كده بعيدة، فالنبي خدها ونام تحتها وعلق سيفه صلى الله عليه وسلم. وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة يعني شجرة بقى من شجر الإيه، مش عضاه بقى مش شوك، لا سابوا له الشجرة المورقة اللي خلوها للنبي بقى صلى الله عليه وسلم. وده يدلك على أن الغمامة كانت لا تظل النبي في كل أحواله، واضح؟ ليه لا تظل في كل أحواله؟ لما ظهرت نبوته علامات نبوته تركه سبحانه وتعالى ليعاني ما يعاني به الناس ليكون قدوة له، إنما في الأول أظله بالغمامة ليبين خصوصيته
فيروا فيه علامات النبوة، لكن بقيت بعد كده كان يسير في الشمس عادي معاهم. عشان ما تقولش ايه التناقض ده، انتم مش بتقولوا لنا ان الرسول كان اذا مشى اظلته الغمامة؟ طب وفين؟ دي كانت حال من احوال النبي ولم تستمر معه بعد ظهور نبوته. خلاص كان الهدف منها يظهر للناس ايه الخصوصية في هذا النبي صلى الله عليه وسلم والرعاية. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا أصبح هناك تكليف، والتكليف فيه مشقة، والمشقة فيها تشريف، فكان النبي يعاني المشقة لكمال تشريفه وليكون قدوة للمكلفين. واضح؟ فدي نقطة مهمة تأخذ بالك منها، قل من نبه عنها يعني. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، قال جابر فنمنا نومة، يعني نومة جامدة، يعني كأنهم تعبانين قوي. نمنا نومة يعني نومة تقيلة، أما يقولك نومة كده يعني ناموا نوم حقيقي يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما كانوا تعبانين كان برضو متعب، فنام وراح في النوم صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه. بصوا بعد شوية الرسول صلى الله عليه وسلم بيصحيهم ويقول لهم تعالوا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي يعني اختلط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده. ده غرس ابن إيه الحارث، غرس ابن الحارث ده من بني غطفان، من الحارث من بني غطفان، وكان قائد حربي كبير. شاف الرسول صلى الله عليه وسلم وهم راجعين، فضل يراقب جيش، ما حصلش لقاء، دول خافوا دول وخلاص، ده رجعوا وده رجعوا، لكن بعض فرق الكفار فضلت تراقب جيش المسلمين وراجع، يقفوا على الجبال كده ويشوفوهم. فغورث، غورث هو غورث على وزن جعفر كده، غورث غورث، وفي روايات غويريث بالتصغير هكذا، ابن الحارث شاف الرسول صلى الله عليه وسلم نايم والجيش كله نايم والرسول صلى الله عليه وسلم معلق سيفه، أم قال لهم إيه؟ لن تجدوا محمدا في حال أهدأ مما هو الآن، فأنزل أقتله الآن وريحكم منه. فراح نزل غورث بن الحارث، خد السيف ووضعه على إيه؟ نحر النبي، والنبي نائم. فالنبي فتح عينه وقال له من يمنعك مني؟ فالرسول قال له الله. كويس؟ فسقط السيف من يده، يقال إن سيدنا جبريل زقه في صدره فوقع السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. وفي رواية تانية قال له إيه؟ قال له يمنعني منك حسن خلقك، يعني كأن حسن خلق النبي ده شاع عند الناس كلها يعرفوه، العدو والحبيب يعرفوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عفى عنه وفضل قاعد بقى، فقال إن عفوت عني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أخرج مع من يقاتلك. عرض عليه النبي الإسلام فقال أما هذا فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أخرج مع من يقاتلك. وبعدين رجع لقومه قال لهم جئتكم من عند خير الناس، فأسلم في قومه وأسلم بإسلامه عدد كبير من الناس، ثم رجعوا إلى النبي بعد ذلك. ده يبين لك حسن خلق النبي مع أعدائه صلى الله عليه وسلم. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم الصحابة عشان إيه؟ يعرفهم، هو قاعد بقى بعد ما اتفقوا أنه هيعفو عنه. فقال لي من يمنعك مني؟ قلت له الله، فها هو ذا جالس. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، يعني وهو نائم، واخترطه يعني إيه؟ سله، يعني خرجه من غمده. فقال له تخافني؟ في رواية هنا تخافني، في رواية ثانية من يمنعك مني؟ فقال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين
ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. يبقى في عودته صلى بهم صلاة القوم بطريقة تانية، صلى بطائفة ركعتين وسلموا هم، وصلى بطائفة تانية ركعتين تانيين الأخرينين وتسلموا، وكانت بالنسبة للنبي أربعة وبالنسبة للجيش اتنين. دي في عودته لأن الأمور هدأت. وللقوم ركعتين، ورواية أبي ذر ركعتان بالرفع كذا. وقال مسدد عن أبي عوان عن أبي بشر اسم الرجل غورث ابن الحارث وقاتل فيها محارب خصفة. وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، أو في غزوة نجد رواية إيه أبي ذر، صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر، ودي رواية تانية بيرجح بيها إن أبو هريرة بيقول صليت صلاة الخوف مع النبي، وأبو هريرة أسلم بعد خيبر. فزي ما رجح في أول الباب إن هي بعد خيبر برواية أبي موسى الذي جاء من الحبشة بعد خيبر، رجح في آخر الباب ما زال يرجح أنها كانت بعد خيبر، لأن سيدنا أبي هريرة يقول صليت الخوف مع النبي وكان إسلامه بعد خيبر. وهنا ننتهي من هذه الغزوة ونقف على باب غزوة بني المصطلق يوم السبت القادم، اللي هي الغزوة اللي نزلت فيها آية التيمم وحدث فيها إيه؟ حادثة الإفك في عودة ستنا عائشة. يا خيبر كانت ستة هجرية؟ خيبر سبعة. ستة هجرية الحديبية. الحديبية ستة، سبعة خيبر، ثمانية فتح مكة. سهلة؟ تحفظهم كده ورا بعض. والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل إن شاء الله يوم السبت الساعة 10:30 صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.